نحن نريد أن يتجه إن شاء الله الفترة القادمة إلى إجراءات توافقية بحيث أن البلد تمشي، بحيث أن تعمل اللجان ويتم تشريع قوانين ويستفيد المواطن ويتم التركيز على أولوياتنا الأساسية، لأن استمرار الصراع، طبعا استمر الصراع الآن سنوات كثيرة، النتائج على بلدنا صفر وتراجعنا في كل شيء. لذلك نتأمل أن في خلال المرحلة القادمة أن نعي تماما حجم التجربة السيئة اللي حصلت خلال سنوات طويلة بتوجه إلى التوافق وتوجه إلى ما يخدم طبعا بلدنا من خلال تشريعات وقوانين تخدمنا وتخدم الأسر طبعا الكويتية وترفع من شأن بلدنا بإذن الله. هناك الكثير من الأولويات ممكن على رأسها الرعاية السكنية و سرعة حصول المواطن على السكن، هذه أولوية. سرعة وصول أو سرعة تشغيل الخدمات، هذه أولوية داخل المدن خاصة السكنية. معالجة أيضا قضايا المرأة بحيث أنها تحصل على سكن بشكل ميسر وسريع، والكثير من قضايا المتقاعدين وتعديل أو تحسين مستوى المعيشة لهم، قضايا التعليم برفع مستوى التعليم في البلاد. من غير معقول الدولة الكويت رقمها 101 في جودة التعليم. هناك عمل كثير وهناك أولويات كثيرة سيتم التركيز عليها في حال الوصول إن شاء الله من خلال تشريعات. دكتور، اليوم قاعد أشوف ذوي الإعاقة، اليوم ما في شيء تطور لهم عندهم. أنا لدي أخوي طبعا معاق، وما في شك سنعمل إن شاء الله مع إذا كان هناك لجان خاصة في المعاقين نتواصل معهم، إذا أي قانون يخدمهم ستجد يوسف الجارد هو أول الموقعين عليه بإذن الله. نسأل الله التوفيق ونسأل الله أن يلهم الناخبين والصواب، ويلهمنا طبعا الصواب أيضا في اختيار في طبعا توجهنا وفي الخط اللي نريد أن نعمل عليه خلال المرحلة الجاية، بحيث أن ننتشل بلدنا من ما حصل خلال سنوات الكثيرة بالتعاون والتوافق فيما بيننا، وتكون الكويت بين أعيننا.